اليوم كيف يجد المواطن الحل لقوة تداهم منزله في ساعة متأخرة من الليل؟ إذا واجهها بالسلاح سيكون إرهابي ومتطرف، وإذا خضع لإجراءات التفتيش سيقتل. متى تجد حكومة بغداد الحل لهذه المناطق؟ ما حصل مؤلم ويزيد الجرح جرحين وثلاثة وأربعة، ولا يوجد هنالك إنصاف لهذه المناطق. بالأمس كانت الكيشيفة عباسية والجلام، واليوم جرح كبير لن تنسى هذه المنطقة هذا الجرح. متى تحاسب هذه القطعات الموجودة عن الخروقات المتكررة بمناطقنا؟ متى يشعر المواطن الذي يعيش بهذه المناطق أنه آمن في داره وفي منزله؟ يعني أريد أكثر إيضاح، أريد أفهم بس يا واش خلي يعني أسمع أريد خلي أصيغها بطريقة، أقول أريد أفهم شيء من خلالك، أريد أفهم، أنطيني يعني شنو اللي حصل بالضبط؟ هل هو اختراق أمني ولو تواطؤ؟ لو شنو بالضبط؟ شنو اللي حصل يعني؟ سدوا هذا. استاذ عدنان ما حصل حسب الاشياء اللي واضحه هو اختراق امني، وهذه مصيبه انه هذه المناطق ملزومه من قبل قوات امنيه كثيره. كيف تسللت عناصر داعش لهذه المناطق؟ وكيف استطاعت عناصر داعش ان تنفذ بساعه متاخره من الليل هذه العمليه؟ ثم ان هنالك حظر تجوال، ثم ان هنالك نقاط مراقبه، هنالك تساؤلات كثيره لدينا ولدى الجميع، لكن اقول الحشد متفضل وله الفضل.